مع الناس الكبيره بحس ان هم اهلي. طب طبعا طبعا يعني بنظراتهم بابتساماتهم بنحس بالفرحه ونحس ان هم ابهاتنا. ربنا ما ادانيش عيال وكده، واقول لو ربنا اداني عيل كنت ربيته، وربنا اداني بنت كنت ربيتها، كانت خدماتني دلوقتي. بقسوة لم تترك لها الحياة عائلة ولا سند، وزادتها هما بحرمانها من الأطفال. تعالي يا ماما وشالتني هي. ألم كان من الصعب على نجاح أن تتحمله، فألقته مع جسدها المريض فوق هذا الكرسي المتحرك، وصارت تعيش وحيدة في إحدى دور الرعاية. أخيرا أرسل لها القدر صديقا يؤنس وحدتها، بعدما طبقت لأول مرة في مصر فكرة دمج الكبار والصغار بدار رعاية في مدينة الزقازيق بمحافظة الشرقية. ما عنديش رعاية عيال، بس ربنا يخلي لي يوسف، هو يوسف ابني ونور عيني برضو، وعيالي برضو معايا، برضو العيال حبيت الله، برضو أنا أعتبر أمهم يعني وكده، عايزين حنية برضو والله، أقعد أبوس فيهم وكده هو وأدبدب عليهم وكده، وأعملهم زي عيالي، فرق دي من دي مفيش أي حاجة يعني، وعايزهم يطلعوا لي ويقعدوا معايا ويكلموني، وده ما أقعد لوحدي يكلموني وأقعد أضحك معاهم ويقولوا كلام حلو أضحك معاهم وكده. اتعرفت عليها أول ما جت دار القسم، نوجة دخل علينا الوحيدة اللي لقطها من وسط الناس، سلمت عليا وسلمت عليها، خطتني بالأحضان وخدتها بالأحضان، محبها حب كتير. وزي مامتي بالظبط. مجمع الرعاية الذي يقع على مساحة 4000 متر يتكون من 3 بنايات منفصلة، أحدها للأطفال والثاني للسيدات والثالث للرجال من كبار السن. وفي هذه الساحة الخارجية يجتمعون كل صباح للاستمتاع بوقتهم وتبادل مشاعر لطالما حرموا منها. أكتر حاجة بتبسطني ما بيعملوا كل اللي نفسي فيه، بجيلوا بترنجات وأي حاجة، حتى اللي أنا نفسي فيه لا بفكر فيه وما بيعرفوه بيجيبوه. أنا لما بقعد مع العيال مع الناس الكبيرة بحس اللي هم أهلي، بحس اللي هو والدي، والناس برضو الكبيرة برضو اللي هنا دول اللي بيلعبوا برضو بيحبوني، بيدوني فلوس ولبس وكل حاجة، هم اللي مخليني مبسوط على طول. يعني الواحد لما بشوف طفل بحس يعني بمشاعر يعني رباني، يعني أحاسيس جميلة ومشاعر طيبة يعني، بيحاول يطلعها يعني وكده، ان هو يعني يتقرب من الطفل ويتكلم معاه، دايما بطبطب عليهم وهم دايما يعني الحمد لله يعني عشان طبعا بيحبوا الطبطبه، وهم يعني متعودين على الطبطبه يعني بيطبطبوا علينا طبعا يعني بنظراتهم بابتساماتهم يعني بكلماتهم يعني وكده. احنا الاول اشتغلنا على فكره تاهيل كل حد لوحده، اللي هو الكبير لوحده والطفل لوحده، وبعد كده من خلال بقى الجلسات التأهيل اكتشفنا ان مثلا في بعض السيدات فقدوا ان هم يكون لهم اولاد، او ولادهم هم اللي كانوا سبب المشكلة بالنسبة لهم، فبدأنا ان احنا نعمل لهم زي شيء تعويضي، وبدأنا ان احنا نعمل سكتشات تدريبية كده، اللي هو نحط مجموعات كده مع بعض، وبتبدأ تحس ان بيبدأ الكبير بيختار طفل معين، وتلاقي طفل معين بيختار حد كبير، وبدأنا ان هما اللي يختاروا بعض اكتر، بيبقى الانسجام ليه شكل تاني، وبدأنا بقى ان احنا نعملها زي حياة كاملة في اسرة كاملة. يعني مثلا كان العيد عندنا اللي هو فكرة ان الام هي اللي تروح للطفل وتشاركه في ان هو يلبس لبس العيد، وان هو يبدأ يعمل الممارسات دي، احنا بنعمل بقى الكاك والبسكوت، والاطفال لازم تعك طبعا وتعمل حاجات دي، فبدأنا ان احنا نشارك كأنه بيت عادي جدا، اسرة كاملة. إنها فرصة لحياة جديدة حصل عليها نزلاء الدار التي تعمل تحت إشراف وزارة التضامن الاجتماعي، وتضم نحو 250 نزيلا من الأطفال وكبار السن، يحصلون على رعاية كاملة من المأكل والمشرب والملبس والرعاية الصحية. وكان الدمج بين الأطفال والكبار هنا له العديد من الفوائد في تعديل السلوك وتحسن الحالة النفسية لكلا الطرفين. الله أكبر، الله أكبر.
يعيشون سويا كأسرة كبيرة ملؤها الود والمحبة. يحترم صغيرها الكبير ولا يبخل كبيرها بعطف أو علم. هذا هو الحال هنا في أول تجربة لدمج الأطفال الأيتام مع المسنين في دار رعاية واحدة. لمدة عام ونصف أمدت التجربة النزلاء بالدفء الأسري، وحققت ألفة بينهم لتضع نهاية لسنوات من الحرمان من الأسرة. كانوا فاقدين الإحساس بالحياة، كان مقبل على الوفاة، يعني هو كان قاعد مستني امتى هيموت، قاعد على السرير بياكل وبيشرب على السرير ومفيش أي أنشطة ومفيش أي حركة. لما جه هنا حس إن في حياة، أنا هصحى الصبح عشان ألعب مع ابني الصغير، هصحى الصبح عشان هنصلي مع بعض في المسجد، هصحى الصبح عشان عندنا نشاط رياضي، عشان لسه عندنا حياة، أصبح مقبل على الحياة. اختلف حالته النفسية واختلف شكله واختلف ابتسامته واختلف قوامه واختلف حالته الصحية كمان. الطفل لما حس ان في حد بيرعاه وحد مهتم بيه وام بتطبطب عليه وفي عيد ام بيجري ويترمي في حضنها، بقى طفل مختلف تماما. كل العادات السيئه النفسيه اللي كانت عنده اعتقد ان هي ما بقتش موجوده. انها حاجه للحب اشبعتها هذه التجربه لدى الايتام والمسنين والمشردين. ورغم المجهود الشاق الذي يبذله العاملون بالدار لانجاح التجربه، إلا أن فوائدها المتعددة استحقت المحاولة.